ورأي حضرتك في اللي حصل دوت والدكتور الممسوك؟ لا الحقيقة يعني انا رأيي ان احنا نموت العصابة دي، بس العصابة لو عرفوا ان في بوليس هيقتلونا كلنا. لا يعني بص اسمع مني كده، ايه اللي جاب دبابة دي؟ بص سيبك بس من الدبابات والحاجات دي، عشان الزومبي هنا بقى كتير بيحمونا بس عشان التصوير. ماشي، المهم يعني ايه حضرتك الضابط، ايه رأيك وايه هتعمل ايه؟ احنا يا ابني الدكتور ده مفيش حد يقدر يقتل الزومبي او يعمل حاجة، هو الضباط بس يقعدوا يقتلوا الزومبي وكده وهنخلص من الزومبي. انتوا بس تخليكوا في بيتكم اكتر ومش هيحصل احسن يعني احسن من كده. وزي ما انتوا شايفين يا جدعان اللي حصل دلوقت، ان احنا شفنا حضرتك الضابط وهو بيقول ان هما هيقتلوهم، والضابط ده اصلا الدكتور مش هينفعنا بحاجة ولا هيعمل اي حاجة، هو بس هيهبل وعايزنا ننقذه وخلاص. شفت يا صاحبي شفت اللي حصل؟ ايه ايه اللي حصل؟ بص يا صاحبي بص يا لهوي، شفت يا لهوي دي دحيح، دول مسكوا الدكتور كده عملنا، ما هنهرب من الزومبي. ايوه طب نعمل ايه؟ احنا لازم نجيب الدكتور ده وننقذه. استنى ده زي رقم الراجل اللي عايز 1,000,000 جنيه بيرن اهو. الو الو، عايز مني ايه؟ الو بص انا هديك 1,000,000 جنيه اللي انت عايزها. ايه ده بجد هتديني 1,000,000 جنيه اللي انا عايزها؟ طب تعالى بسرعة عنوان 24، بس لو جبت معاك اي سلاح او ظابط دور هيموت وانت كمان هتموت. تمام، مش هجيب ولا اي حاجة معايا، ولا سلاح ولا اي حاجة. طب ينفع بس اجيب صاحبي معايا؟ خلاص ما ينفعش، تمام خلاص مش هجيبه، خلاص مش هجيبه وخلاص انا هسمع كلامك، شكرا سلام. روح نام فيه النهاردة، لان النهاردة مش هينفع تقعد لوحدك هنا، لو جه عليك زومبي مش هتعرف تقتل. روح اقعد لوحدك في البيت ده وسلام يا صاحبي، انا اسف. انا هروح هناك لوحدي واقتل على صاحب العصابة. مروح ايه ده الوقت اخر قوي، شكلي هخش انام. ايه ده ظابط، انا هسلم نفسي مفيش حاجه، في واحد صاحبي فوق في العصابه بتاعتي. يا عم اسكت بقى، بص انا هقتلك دلوقتي لو ما ناديتش صاحبك يجي دلوقتي. حالا لازم اعمل حاجه. يلا طيب يا عم اسود، اديني دقيقه افكر. يا عم ماشي دي عليه. طيب ماشي تنجانا، اوامرك يا معلم. تعالى اجيب لك تفاح. مالك يا معلمي فين التفاح؟ ايه يا معلم مالك زعلان ليه؟ ايه ده ايه ده، احنا اتمسكنا يا معلم. ايوه اتمسكنا بروح امك. اتسجننا يا عم. يا معلمي انت حياة غبي يعني. ايه بتقول؟ ايه بتقول يا لا عبيط؟ يا مين اللي غبي؟ مين اللي غبي يا لا؟ ما عبيط صحيح. الهدية دي ليك يا ابني. شكرا شكرا ربنا يخليك، مش عايز انا هدايا، بس انا عايز بس اتحرر من الزومبي. في صوت زومبي، ده بيت الدكتور، انا لازم ارجع بسرعة. يا لهوي يا لهوي، لا لا ما تقتلنيش.